يقصد بالتكاثر الخضري تكاثر النباتات وزيادة أعدادها باستخدام أي جزء من الأجزاء الخضرية أو الجذرية، وذلك لإنتاج نباتات تكون مشابهة تماما للنبات الأم. تتكاثر النبتة عن طريق الفتلة، نقطع ورقة أو غصنا ونضعها في قدح ماء، بعد بضعة أيام تظهر بذور في الماء، نضع هذا الفتلة بعد ذلك في التربة فيعطينا نبتة جديدة. تتكاثر النبتة أيضا عن طريق التطعيم، يقصد به هو عبارة عن نقل جزء نبات من الصنف المرغوب إكساره حيث يحتوي على برعم واحد ويسمى الطعم. تتكاثر النبتة أيضا عن طريق الترقيل، هو عبارة عن ثاني فرع النامل أو فرع من النبات الأم وغرسي تحت الأرض وهو مازال متصلا بها.